قبل أيام من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، انتظرونا مفاجأة الأهرام العربي، عدد خاص من القاهرة إلى كيب تاون. إفريقيا كما لم تعرفها من قبل، مبادرة خاصة للمستقبل في السياسة، الثقافة، الاقتصاد، الرياضة، الفنون، من حركات التحرر إلى آفاق التنمية. ماذا تحمل أجندة الدولة المصرية للأشقاء الأفارقة؟ نوبل الآداب ونجوم الساحرة المستديرة، أسرار خاصة بالآباء المؤسسين. انتظرونا الأهرام العربي، السبت 19 يناير، رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، رئيس التحرير جمال الكشكي. الأهرام العربي